احتفالاً بالمئوية الثانية على إنشائه في عام 1824، يقدم المتحف المصري في مدينة تورينو الإيطالية شكلاً ومساراً جديدين ضمن مشروع يعبر عن تراث المدينة ومعالمها السياحية. وسيكون المسار الجديد للمتحف أكثر سهولة مع إنشاء ساحة تحمل اسم الساحة المصرية، وستكون مفتوحة مجاناً للمواطنين والسائحين. ومن ردهة المتحف من خلال مستويين سيكون الممكن الوصول بحرية وبغض النظر عن مسار المتحف إلى المعبد الذي تبرعت به مصر لإيطاليا في عام 1970، تقديراً لمساهمة إيطاليا في إنقاذ معابد النوبة بعد بناء سد أسوان. يذكر أن عدد زوار المتحف الذي يحوي أكبر مجموعة من التحف المصرية والتي يبلغ عددها 30,000 قطعة قد زاد بنسبة 5% عام 2022، مقارنة طبعا بمستويات ما قبل الوباء.